السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. النهارده باذن الله هنقول شيء عن الصمت. مش عايزه اقول لكم قصيده عن الصمت لاني انا لجأت فيها علشان يعني اعملها الى كثير من حكم كانت بتقال عن الصمت، لكن انا كل اللي عملته ان انا يعني ايه افترضت حوار ما بين شخصين، ففي شخصيه راحه تستفسر عن الصمت وامتى لازم الصمت وبتسأل عنها، والشخصية التانية بتجيبها. فانتوا تعتبروا ان الحوار ده، او هقول حوار لكن ما بين شخصين، سألته: وهل الصمت لغة نتعلمها؟ نعم، انها اصعب لغة يحاول ان يتعلمها الانسان، ومن الممكن ان يعيش عمره كله ولا يتعلمها، لذلك فهي اصعب ما يفوق الخيال. ومتى ألجأ للصمت ولا اتكلم؟ التزم الصمت ولا تلجأ للكلام، خاصة عندما يواجهك من تشعر أنه جاهل لكل معنى يقال. وهل الصامت جبان؟ يا حسرة على من يظن أن الصامت جبان، فهو نجح في تطبيق ما يقال أن الصمت متعب، لكنه يظل أقوى وسيلة للرد على كثير من الكلام. وإذا استهزأ بي أحدهم، اصمت. نعم، اصمت عندما يستهزئ بك أحدهم، لأنك تعلم من أنت ومن هو. الكلام من فضة والسكوت من ذهب. الكلام يرد لاعتباري. هذا ظنك ولا تبالي. وهل يرد اعتبارك إذا كنت تناقش حمقى؟ فهذا الشيء ليس النفس له طردة. الكلام يسير. نعم، إن الصمت هو الذي جدا عسير، فستظل السنين تتعلمه، ومن الممكن ألا تتقنه. أريد أن أكون ناجحة. اغلقي فمك قبل أن يغلق الناس آذانهم، وافتحي أذنيك قبل أن يفتح الناس أفواههم. وماذا أفعل إذا كنت غضبان؟ إذن هنا لابد من الكلام. إذا تكلمت وأنت غاضبة فسيصدر منك كلام تأسفي عليه مدى الحياة، فحسن الكلام من حسن الإيمان. سيحسبون صمتي جهلا ونسيان، الأرض صامتة ولكن في جوفها بركان. وإذا افتخر من حولك بحسن كلامهم فافتخري أنت بحسن صمتك. اجعلي الصمت لغتك وسيعذروك لقلة كلامك، فكل ما يحدث حولك لا يستحق الكلام. والجأ إلى صمتك عندما يكون من تحدثه أقل من مستوى الكلام. السلام عليكم.